بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أكتر من سؤال بخصوص حكمة الله في التجارب الصعبة، يعني في قصة واحد بعتها أنه فقد شريكة حياته في مرض السرطان بعد رحلة عذاب طويلة، وساب الطفلين. فطبعا هو بيتساءل أنه صلى كتير وربنا ما استجابش، وليه؟ ليه أم تسيب طفلين؟ وليه زوجة شابة تسيب جوزها في الوقت ده؟ وليه ربنا اللي بيحبنا يعذب الأربعة، ويمكن في أطراف أخرى، يعني هي تعذبت في المرض، جوزها تعذب معاها، الطفلين تعذبوا بالحرمان، يا جوز أهلها كمان ما ذكرهمش. سؤال ده طبعا سؤال ممكن يتسبب عند بعض الناس في ان هم يشكوا في وجود الله او يشكوا في رحمة الله. وطبعا السؤال ده لم يخفله الكتاب المقدس، بدليل ان احنا عندنا سفر كامل، سفر ايوب، بيناقش القضية دي. لان ايوب مش فقد زوجته، ده ايوب فقد كل اولاده، وفقد ايضا ممتلكاته، وفقد صحته، وكل ده في نفس الوقت بشكل يعني ورا بعض كده. فالسفر بيناقش قضية حقيقية واقعية، لألا البعض يفتكر انه ده وعظ وكلام، لا ده واحد كلنا سامعين بيه. ويقول القديس يعقوب في العهد الجديد: قد سمعت بصبر ايوب ورأيتم عاقبة الرب. العاقبة يعني ايه؟ النهاية او المكافأة اللي في الاخر. طبعا السؤال ده محير. ليه؟ لاننا لما نتكلم عن ربنا الطيب قوي ونحط في الناحية التانية الآلام الشديدة قوي على الناس، فعلا بيبقى مصالحة الفكرتين أحيانا صعبة. منين طيب قوي؟ وأغلب الناس حتى اللي بعت السؤال هو لم يفقد إيمانه، هو بيقول يعني أنا عارف أن ربنا طيب، هو ما زال إيمانه ثابت، لكن مش عارف يصطلح مع اللي شافه أو اللي عدى بيه أو اللي قصاد عينه دلوقتي من أنه أطفاله محرومين من الأم. فإحنا في الأول ما نتجاهلش أبدا صعوبة الموقف، قسوته، شدته، آلامه، لأنه الإنجيل ما أنكرش أبدا أن في العالم سيكون لكم ضيق. وربنا يسوع ما وعدش أن الحياة معاه هتبقى كلها هنا وكلها سلام وسعادة وما فيش تعب. لا، ربنا يسوع ما وعدش بكده. وبالتالي بداية ما نقدرش نقول له أنت غلطت في وعدك، أنت ما التزمتش بكلامك. لكن لو واحد قال طب ما هو قال اطلبوا تجده، وأنا طلبت ما لقيتش، اسألوا تعطوا، قرعوا يفتح لكم، ده أنا قرعت لما كسرت إيدي. هو الحقيقة لو فهمت كلام المسيح، ربنا يسوع لما كان بيقول لنا اطلبوا هتلاقوا، ما وعدش إن احنا هنلاقي نفس الطلب بالظبط. ليه؟ وده مش هروب على فكرة من الآية، أو يعني بزوغ من الكلام، لا. لأن افرض واحد طلب حاجة تأذيه، افرض واحد طلب مثلا زي إيليا: خد نفسي، خد نفسي وانت يائس وغضبان، هتموت كده، تهلك. إذا ربنا ما سمعلوش. طب ده إيليا وقال له يا رب خدني، بس ما خدوش. فأحيانا الطلب ما يكونش لمصلحة الواحد. هيجي واحد يرد عليا طبيعي يقول لي يعني طلب شفاء أم معاها طفلين وإنسانة نقية وست بتاعت ربنا، ليه ما يكونش مصلحة؟ ندخل تاني في ليه، بدل عمالين نقول ليه، ليه ألم، ليه مش مصلحة، ليه ربنا ما بيستجبش. نراجع حقيقة الأول هامة لينا احنا كمؤمنين، انه ما ابعد احكامه عن الفحص. ما ينفعش ان انا احط نفسي مطرح ربنا واحسبها بطريقتي واقول له هي ما تتحسبش غير كده، ولو عمل غير كده اقول له انت غلطان في احكامك. لا، هو مش غلطان في احكامه. الاسهل والاجدى والاعقل ان انا اقول له مش فاهم يا رب، مش فاهم اللي انت بتعمله يا رب، فوق عقلي، انا حسب تفكيري
اقول لك خلي الست دي لعيالها تتمتعوا بيها كأم، انت شايف ايه؟ وازاي ممكن يكون موتها او دخولها السما في الوقت ده مصلحة؟ الحقيقة الكلام هنا مهما اتكلمنا فيه، انا عارف ان اللي ايده في النار او في يعني مش زي اللي ايده في المية يعني، فالمتألم جدا احيانا المنطق ده ما بيريحوش، بس انا بقول اللي قاله الانجيل ما ابعد احكامه عن الفحص. احكي لكم حكاية، كنا من 30 سنة كده كنا بنعمل درس كتاب مجموعة كده يعني، كنا في الجامعة وبعدين وقفنا عند جامعة 3 آية حيرتنا كده، بتقول ايه؟ جعل الأبدية في قلبهم التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله من البداية للنهاية. وفضلنا نقلبها كده ونناقشها، يعني ايه الأبدية في قلب الناس اللي من غيرها محدش يقدر يفهم اللي بيعمله ربنا، يعني اللي مش جواه فكر الأبدية، إحساس الأبدية، طعم السماء، ما يعرفش يفهم ربنا بيعمل ايه. دارت الأيام وتخرجنا، وكان في واحد من القعدة دول بقى دكتور أورام في أمريكا ودكتور كبير وبعدين حكالي بقى بعد ما جه مرة بعدها بقى بعشرين سنة، قال لي أنا في قسم طبعا حساس جدا لأنه يعني في الحالات المتأخرة قوي، وقال لي داخل أوضة مريضة وشفت منظر طفلتين راكعين جنب السرير بيصلوا لمامتهم، بس أنا دخلت أطمن عليها لقيتها ماتت. فقال لي أنا في اللحظة دي كنت غضبان على ربنا، هو ملوش دعوة بالمريضة لكن هو يعني كإنسان تفاعل مع الموقف، يعني إنه ليه طيب كده؟ ده العيال الصغيرة دي عشمانة فيك يا رب. قال لي ما أنقذنيش من الإلحاد إلا الآية اللي كنا قاعدين نتخانق عليها من 20 سنة، جعل الأبدية في قلبهم. إيه بقى اللي أنقذه؟ أو إيه المفهوم اللي الآية بتقوله اللي ممكن تريح الواحد ولو بشكل نسبي في مواقف صعبة زي كده؟ بما أن في حياة أبدية، والحياة الأبدية دي معناها إيه؟ حياة حقيقية، الناس عايشة مع بعض ومع ربنا مش 100 سنة ولا 1000 سنة، آلاف السنين، في حياة لا تنتهي. والحياة دي موعودين بيها إنها حياة كلها فرح، سلام، بر، لا في وجع، لا في صراخ، لا في مرض، لا في خطية، مفيش أي حاجة وحشة. الأبدية دي اللي ملهاش آخر، العمر اللي احنا عايشينه اللي ما يجيش زي نقطة في بحر بالنسبة لها، هو اللي بيحددها، بيحدد دخولها وبيحدد درجتها وبيحدد مكانة كل واحد فيها. لو هي لو يوم تعب، هتصور كده بلغتنا بقى، لو يوم تعب قصاده 1000 يوم راح، لو يوم تتعب قوي وبعدي 1000 يوم من المكافآت، تقبل التعاقد ده ولا ما تقبلوش؟ هتقبله لو انت تأكدت ان ده يوم يخلص وقصاده ده كله. لكن لو انت بصيت على اليوم بس ومش شايف غير ان اليوم اللي انت تملكه من اوله لاخره هيبقى كله تعب وغلب، هتقول لا انا مش قابل كده. يبقى الأبدية هي اللي هتخليني احتمل الزمان او اليوم. الأبدية اللي انا مش شايفها بس في قلبي، لان الحس الانساني بيقول في حياة أبدية، مش بس الاعلان الكتابي، مش بس المسيح جاي يقول الملكوت مستنيكم، ده وعد ربنا وهو ملك السماء مش ملك الارض، واحنا كل يوم نقول ليأتي ملكوتك زي السماء كذلك على الارض. اذا جعل الأبدية في قلبهم التي بدونها ما يقدرش الانسان يفهم ربنا بيعمل ايه. طبيعي الواحد هيقول له ليه بتعمل كده، ده كده ظلم، ده لو بصيت على اليوم بس. لكن لو بصيت على الأبدية كلها لقيت مثلا، هقول تصور ان هذه الام دخلت السماء في مكان عظيم، وولادها
ربنا حفظهم وحصلوها في السماء. ونسيوا الوجع، نسيوا وجع الترمل بتاع الزوج، ونفسي وجع اليتم بتاع الأطفال، وهي نسيت وجع الألم والمرض والدواء، كل ده اتنسى، وقاعدين فرحانين في السماء آلاف السنين. وكان الوقت ده المر ده هو الضرورة للوصول للمكان ده. ساعتها واحنا في السماء لو قلنا لهم لسه زعلانين من ربنا ولسه شايفينه غلطان في اللي عمله، تفتكروا الإجابة تبقى إيه؟ لا يمكن إلا هيقولوا ومن كل قلبهم مستحق لك المجد والكرامة والعزة إلى الأبد، لأنك أنت اللي عملته يا رب، هو اللي جابنا هنا واللي اخترته لنا، كان الطريق الوحيد لوصولنا للسماء. فبالتالي لما الكتاب يقول ما أبعد أحكامه، هو ده مش زوغان من السؤال، لأن دي حقيقة، لأن ما أقدرش أفهم ربنا بمخي المحدود. إذا كان العلم مش فاهمينه كله، إذا كان الخلية البشرية ما زالت مش جايبين آخرها، إذا كان العالم الفلكي ده كله مش شايفين آخر، كم وكم اللي عمل ده كله؟ لما يقول أشعياء مثلا كما علت السماء عن الأرض، علت أفكاري عن أفكاركم وطرقكم عن طرقي. وبالتالي ما ينفعش إن أنا أقول له أنت غلطان، لا، الأفضل أقول له أنا مش فاهم. يبقى فرق المؤمن عن غير المؤمن انه غير المؤمن بيقول له يا رب انت غلطان، ده معناه انه افترض ان عقله هو الحكم، فعقله قال له ربنا غلطان. انما المؤمن مسلم ان ربنا ما بيغلطش، فبيقول له مش فاهم، مش فاهم ليه عملت كده، فهمني. وهنا كلمة فهمني دي بقى جميلة قوي. وسفر ايوب على فكرة بينتهي بالكلمة دي، ان ايوب بعد ما كان مفترض انه فاهم فمستغلط ربنا، في اخر السفر يقول له وصلت للي انت عاوزه يا رب، انا مش فاهم، فهمني. انا احط راسي في الارض واقول لك انا مين عشان احكم عليك في احكامك، انت ما بتغلطش، وانا مش بشك في حبك، انما ساعدني افهمك. هنا ساعات المسيح يرد الرد اللي قاله لبطرس لما قال له ايه، لست تفهم بعد ما انا اصنع، ولكنك ستفهم فيما بعد. لو تصورنا واحد زي موسى النبي، موسى النبي كان متربي كويس في بيت فرعون، وطبعا تربية الفراعنة في زمانهم كانت تربية راقية، حضارة وعلم وفروسية وذكاء فطبعا ده راجل محترم 40 سنة يقدر يمسك نفسه، إنما غلط غلطة يعني مش ما تجيش خالص في وقتها، انه يعني دخل في صلح كده بين واحد مصري وواحد يهودي، امسك المصري موته، موضوع كبر قوي بشكل يعني كان ممكن يعدي، واصبح موسى متهم ومطلوب القبض عليه، وباظت خالص حياته بعد ما كان ده هيبقى امير مصر او فرعون مصر. قعد عليها 40 سنة راعي اغنام هربان، اكيد في 40 سنة 100 مرة يقول لنفسه لو كان ربنا موجود سابني اعمل العملة دي ليه؟ أنا عمري ما موتت حد، ولا عمري افتريت، ولا، لأن موسى يبان في شخصيته إن هو عنده مبادئ من الأول، لكن بدليل تعاطفه مع العبرانيين. فليه حصل اليوم ده؟ ليه عدى عليا اليوم ده اللي نكد عليا حياتي وضيع مني كل حاجة، ولا قادر أدخل مصر وعايش حتة راعي خيبان غلبان في البرية، وسنة ورا سنة ديني عجزت ونكرة ومحدش عارفني، وهو مش فاهم ليه حصل كده، وهو لا يعفي نفسه من مسؤولية اللي عمله، لكن نفسه يفهم ليه جرالي كده. وتمر الأيام ويقابله المسيح في العليقة ويقول له تعالى انزل مصر، وتتبدل حياة موسى، ويكتشف ان حتى الجزء الخطأ اللي من حياته اللي مرر حياته واللي لخبط كل أحلامه واللي بوظ عليه طموحاته تماما، طلع أنه كل ده ربنا استخدمه، وفي الجزء الأخير من حياته يبقى موسى يعني كليم الله، رئيس الأنبياء، مخلص شعبه، رجل الله، شخصية مختلفة خالص. لو ما كانتش الحادثة دي في أول حياته، وما كانش الهوجة دي حصلت في أول حياته، والبهدلة دي عدت عليه،
والأربعين سنة القاسية بتاعت الأغنام والبرية ما كانش وصل لده كله. هكذا حياة كل الناس بتوع ربنا. كل واحد في حياته في مواقف ممكن في لحظة يقول يا ريت اليوم ده ما جه، زي ما كان أيوب بيقول يا ريت اليوم اللي اتولدت فيه ما كانش طلعت له شمس. أكيد يوسف في مرة من المرات قال يعني أبويا بعتني لإخواتي، رحت أدور عليهم في المكان اللي قال لي عليه ما لقيتهمش، لازم أعمل فيها يعني شهم قوي وأقعد أسأل راحوا فين. طب ما كنت روحت لأبويا وقلت له الحتة اللي بعتني فيها ما لقيتهمش، لأن هما فعلا المكان اللي راح عليه كانوا مشوا منه. إنما اليوسف عمل فيها إيه؟ خدوم قوي، وفضل يدور 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 لغاية ما لحقهم في دوثان. هو لو ما كانش عمل الشغلة دي الساعة دي كانت حياته كلها اختلفت. لو كان رجع لأبوه وقال له يا بابا ما لقيتهمش كانش حصل أي مشكلة بالنسبة ليوسف. طب يا حبيبي ما حصلش حاجة، يرجعوا بالسلام، وتاني يوم ولا في نفس اليوم يرجعوا كانت عدت. إنما هو التصرف هذا الساذج اللي المفروض أساسه أخلاق عالية، إنه يعني ما حبش يعني يطلع صغير، إنه رايح لهم يجيب لهم شوية أكل وبتاع ما يلاقيهمش، فضل يدور لغاية ما يوصل لهم. يوميها بقى إيه يعني غاروا منه وحسدوه ورموا في البير، وبعدين باعوه واتباع في مصر ورجعوا لأبوه قالوا له ماتوا. عليها 20 سنة بهدلة، 20 سنة سجن، بالأول عبودية وبعدين سجن وبعدين عار وبهدلة، وحياة قاسية جدا، وحرمان من أبوه يعقوب بعد حرمان من أمه رحيل. إيه ده كله ده؟ ليه ده كله؟ هنا تيجي سؤال، ليه؟ ليه يا رب خدت أمي وأنا طفل؟ ما هو يوسف ده أمه ماشي راحت وهو طفل. وليه كمان خدت أبويا مني وأنا شاب في الوقت اللي أنا الوحيد اللي بصلي وإخواتي كلهم ما بيصلوش، الوحيد اللي ماشي صح وبحفظ نفسي من النجاسة في الوقت اللي أنا عارف إن إخواتي ما يفرقش معاهم كده؟ تمر الأيام ويتجاوب على سؤال ليه، ويكتشف إن ربنا محضر له حاجة كبيرة قوي، وتتبدل كل الأحداث ويطلع يوسف ده كان لازم يعدي على ده كله، وينتهي نهاية مجيدة جدا لأنه مخلص جيله كله بالحكمة اللي ربنا ادهاله. وكانت الأيام الصعبة ضرورية لتكوين هذا العملاق اللي يعني أدار مصر والعالم بحكمة عالية جدا في زمن قديم جدا ما كانش فيه لا إدارة ولا تعامل مع الأزمات ولا المجاعات ولا الكلام ده. أرجع تاني للقضية اللي أثرها صاحب السؤال، وطبعا كلنا قلبنا معاك وربنا يعزيك ويسندك ويخفف عنك ويهون عليك الأيام، لكن نرجع تاني نفكر بطريقة روحية. لو سألنا ليه ربنا الطيب اللي بيحب ولاده قوي يسمح لهم بآلام قد تبدو في لحظات إنها أعلى من احتماله؟ أولا هنا ربنا وعد إنها مش أعلى من الاحتمال، ووعد وعد تاني إنه لازم يسند، فبيقول لا يدعكم تجربون فوق ما تستطيعون، ويعطي مع التجربة المنفذ كي تستطيعوا أن تحتملوا. فأنت هتكتشف أن بالرغم من شدة التجربة أن في إيد شايلاك، وكل اللي تجربوا تجارب شديدة يعرفوا معنى اللي أنا الجملة دي، أن في إيد معاهم شايلاهم يوم بيوم وساعة بساعة ومهونة عليهم، مش بتلغي الوجع، مش بتشيله، مش بتشطب عليه، لا هو موجود وفي شدة تجربة لكن مخففة كتير قوي. ومع الإيد اللي بتخفف قوي دي في منفذ، يعني إيه؟ في أخبار حلوة بتيجي، في تعزيات بتيجي، في تطوير بيحصل في حياة الواحد، في اقتراب من الله بشكل أو بآخر، في نتائج حلوة بالرغم من الأحزان، في أيام بتتقضى على خير. وفي الآخر الغرض الأساسي اللي يمكن احنا نغفل عنه هو ده اللي محفوظ في السماء، ان احنا نتلم كلنا في السماء ونتعوض عن كل ايه الاوجاع اللي شفناها. تعبير الكتاب الحلو يمسح الله ايه كل دمعة من عيونه، يعني كل دمعة كل وجع ربنا امين انه يمسحها ويخفف كل الاوجاع وينسينا كل الهم والوجع ده كله. اضيف حاجة تاني بالنسبة للمتشككين،
ربنا لأن عارف أن القضية دي بالذات من أخطر القضايا المعقدة، لأنه فكرنا ساعات ما بيجيبش طبعا حكمة الله، لأن الكلام بالحكمة مش هيجيب مع الناس. فربنا اختار يجي الدنيا يتألم، يشاركنا الألم ويعلب ألمه فوق ألمنا، لأن ربنا بيقول لنا أنتم مش هتفهموني في كل حاجة، لكن الرسالة الأساسية اللي عاوز أقولها لكم أنا بحبكم قوي، والألم اللي بديه لكم مش معناه أني مش بحبكم، ده الألم اللي بديه لكم ده جزء من حبي ليكم، زيه زي بقية البركات اللي في حياتكم، بأمارة أن أنا هاجي الدنيا أعيش معاكم واخد كل الألام دي على نفسي. هتولد فقير، هعيش مرفوض، هاخد فترة هربان من الدنيا، هشتغل شغلة على قدي، في ناس كتير هتكرهني، وتنتهي حياتي بأصعب موتة ممكنة وأصعب درجة آلام ممكنة في تاريخ البشرية. هتظلم ظلم مفيش إنسان في وجه الأرض عبر التاريخ هيتظلمه. وكل ده عشان أقول لكم إيه؟ لو ما عرفتوش تجاوبوا على سؤال ليه، على الأقل بصوا على الصليب، لأنه بدل ما تشكوا أن أنا بحبكم ردوا على نفسكم بالصليب وقولوا ما هو ما ينفعش برضه يكون اللي بيعمله فينا عشان مش بيحبنا وبعدين يعمل ده كله عشاننا، ما ينفعش ده يمشي مع ده، يبقى بيحبنا ويبقى سؤال لسه مش فاهمين بيعمل كده ليه. مش بس كده، لما نناقش قضية المفاجآت الصعبة اللي في حياتنا أو الآلام والأمراض والأوجاع والحرمانات والمتاعب النفسية، ندخل في نقطة تاني. كلكم جربتم أن الحياة السهلة خطر روحيا، لأنه كتير من الناس ضاعت لمجرد أن حياتها سهلة، لكن كل اللي جربوا الحياة الشاقة اللي فيها إحباطات وفيها مشاكل وفيها هموم، معانا احنا أولاد ربنا بتدفعنا دفع للصلاة، بتزقنا زق من الباب الضيق اللي بيدخل السماء. يجوز ما كناش هنصلي كويس لو كل حاجة ماشية سهلة، يجوز الوجع والمرار اللي جوانا خلانا نصرخ لربنا، والصراخ ده بيغير في قلبنا وبيغير في مصيرنا. يجوز لو ما كناش حسينا بالأوجاع دي ما كناش بقى عندنا حنية على الناس كلها، إنما اللي بيرقق القلب وبيظبط المشاعر هو أن الواحد يكون اجتاز المرار ده كله. لكن الإنسان اللي حياته كلها يعني فسح وبهرجة وشهوات وملذات، هو الحياة إنسان فاضي ورخيص وملوش قيمة كبيرة. قيل عن المسيح له المجد تعبير جميل، رجل أوجاع ومختبر الحزن. يعني إيه؟ لما تلاقي نفسك حزين قوي اعرف ان اكتر واحد خبرة في الحزن المسيح نفسه. عارفين لما واحد يقولك روح لمجرب ما تروحش لطبيب، طبعا الطبيب كويس، لكن المجرب احيانا اللي تجرب يعني او اختبر يكون اهم من الطبيب في وقت. اسأل مجرب ربنا يسوع، روح اسأله، الحزن صعب يا رب، يقولك صعب قوي يا ابني، لانه قال نفسي حزينة جدا حتى الموت. الظلم صعب، صعب يا ابني، المرار صعب، صعب، الصليب صعب، صعب قوي. طب امال ايه؟ قال معلش، بعد الصليب في قيامة، وبعد الحزن في فرح، وبعد الموت في حياة ابدية. والسكة كده، السكة ملهاش بديل، هي السكة كده، فانت ما تتخضش من السكة دي، لانه مفيش سكة للسماء غير كده، وربنا هو اللي عمل السكة وهو اللي حاسبها ازاي توصل السكة دي للسماء. برضو معنى آخر نضيفه هنا، المتألمين عموما بيتكسر كبريائهم الإنساني. من أوحش الضربات اللي البشرية مضروبة بيها أن الإنسان وهو صورة الله بيتنفخ ويظن نفسه هو الله، ودي من أول سفر التكوين لما الشيطان جاي يقول له إيه حواء، هتصيران مثل الله. فالنفخة الكذابة دي أو الإحساس بعدم الاحتياج لله والافتخار والتعالي، ده مضروب يعني بيه الناس كلها تقريبا. مين اللي يفوق البني آدم؟ مين اللي يكسر كبرياؤه؟
ايه الحاجة اللي تخليه يستعيد تاني تذكره لضعفه وعجزه وأصله الترابي ومحدوديته؟ التجارب والآلام لما بتنزل على الواحد بيفوق وبيعرف انه ضعيف قوي. بولس الرسول عبر عن تجربته بالطريقة دي، لان واحد زي بولس هو كده كده تعبان في الخدمة، فيعني اللي زي بولس ده محتاج مرض، ما هو كده كده ما بينامش وما بياكلش وعمال يجري يمين وشمال يخدم ويبشر، فيعني مش محتاج يا رب آلام. ده هو قال في الميتات مرارا كثيرة وفي الأصفار وفي الأصوام إنما ربنا قال لا معلش برضو محتاج حتة تاني. طب ليه يا رب؟ هو بولس بقى فهم بالروح القدس، قال لألا أرتفع من فرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الله ليلطمني، ومن جهة هذا الأمر تضرعت إلى الله ثلاث مرات أن يفارقني، فقال لي تكفيك نعمتي، كفاية النعمة اللي عندك. فكل واحد مجرب عنده نعمة، عنده نعمة ممثلة في قلبه وعنده نعمة في حاجات حواليه، هو بس شايف الخسارة. يا ابني تكفيك نعمتي، ما انت عندك حاجات كتيرة حلوة برضه، وعندك نعمة جواك الروح القدس بيعزيك ويسندك، وعندك نعمة ان ربنا بيحضرك للأبدية، فتكفيك نعمتي، اقبل اللي انت فيه، اشكر عليه، احتمله، اتصبر في زمان غربتك لأنها أيام معدودة وسريعا ما تنتهي. لكن العبرة بالنهاية في الآخر، يا ترى بعد الرحلة دي كلها هيبقى الواحد داخل كده إيه يقال عنه في السماء زي الرؤية، هؤلاء هم الذين قد أتوا من الضيقة العظيمة، هم دول اللي بيدخلوا السماء، قد أتوا من الضيقة العظيمة وقد بيضوا ثيابهم وغسلوا ثيابهم في دم الخروف. هنا مش كل الناس هتدخل من الضيقة العظيمة، إذن لما تبقى الضيقة شديدة اعرف أن ربنا مختارك للسماء، وده يفرحك وده يخليك تقبل الصليب بتاعك، لأن في ناس كتير عايشة تايهة مش عارفة صليبها، إنما ربنا كان واضح وقال اللي عاوز يمشي ورايا ينكر نفسه ويحمل صليب. برضو بمناسبة إنكار النفس، النفس ما تحبش التعب، فإنكار النفس معناها قبول التعب وقبول الألم، لأنه ده يتعارض مع الذات أو النفس العادية. كل واحد عاوز يرتاح، عاوز ينام، عاوز يتهنى، لكن إنكار النفس معناه أنا أنكر على نفسي الراحة وأنكر على نفسي المجد الباطل والكرامة، وأقبل أي شيء من أجل حمل الصليب وتبعية المسيح. ربنا يسند كل المجربين ويعطي استنارة لكل المجروحين عشان يفهموا حكمة ربنا، وفي الآخر يدينا كلنا إيمان وتسليم أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله المدعوون حسب قصده. ربنا ما بيغلطش في أحكامه، ربنا عارف بيعمل إيه كويس قوي. خلينا نغمض عينينا ونمشي ورا ربنا ونقول له إيه سوق يا رب وإحنا وراك لغاية السماء، وإلى لقاءات أخرى من سؤال محيرني، ابعتوا أسئلة تاني. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.